تفرغت تماماً لإدارة مشاتل البونيكام. مزبوط. ده مشروع العمر. مزبوط. شراكة بينك وبين الأستاذ عادل الشرقاوي. تمام. عملتوا شغل حلو جداً، وأنتوا أصلاً أبناء عمومة، فقلبنا على قلب بعض. نعم. أنت مسؤول المشتل، مسؤول توزيع الشتل على المزارعين، مسؤول أنك تعلمهم يعني إيه زراعة بونيكام. مزبوط. بتروح تقول لهم إيه؟ الحمد لله والشكر لله يا رب، إحنا بنتابع مع المزارع ابتداء من الحجز، موضوع تجهيز الأرض، إزاي بيتم تجهيز الأرض والمعاهد اللي بيتم تسليم الشتلات للمزارع، وبرضو بنروح أنا بنفسي مع العربية الشتلات، بنسلم الشتلات للمزارعين بنفسي، وبنشرف على موضوع الزراعة، وبنشرف على ما بعد الزراعة. الحمد لله والشكر لله رب، عندنا موضوع إشراف كامل ما قبل الزراعة وما بعد الزراعة إلى الحشة الأولى، لحد ما المزارع بيعمل لنا فيديو إنه الحمد لله ربنا وفقه والزرعة نالت إعجابه ووصلت الحشة الأولى. اطمننا. الحمد لله والشكر لله. اطمن، بيعمل لنا فيديو بيقول الحمد لله أنا حشيت اهوت شتلات بونيكام MG 12، وبيذكر المكان بتاعه والاسم وبيبعته لنا، والحمد لله والشكر لله لما إحنا كده إيه وصلنا الرسالة بتاعتنا. يعني مش بتطمن غير مع الحشة الأولى للبونيكام. ساعتها تبقى المزارع ده خلاص بالنسبة لك. تمام. هو يقدر يكمل. تمام. صح كده؟ بيكمل، وبرضه في أي متابعة أي إرشادات بتواصل معانا وإحنا بنوجهه برضه. ما عمر الشتلة في الأرض 10 سنين؟ عمر الشتلة في الأرض بيتراوح من 7 سنين إلى 10 سنين. ده تفضل تديني إنتاج. تفضل تديك إنتاج، وكل سنة كل ما بتزيد الكمية الإنتاجية بتاعتها. هي بتدي متوسطات كام في الإنتاج في السنة؟ بالنسبة للفدان بيدي في الحشة الواحدة من 7 إلى 8 أو من 6 إلى 8، ده في الحشة الأولى، أول حشة وأنا لسه زارع. أول حشة بعد كده بيتم يزيد بيزيد 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 لحد ما يوصل معانا من 20 إلى 30. هو زراعة مربحة البونيكام؟ كفلاح هنقول إن هو كان بيعتمد على برسيم، بيعتمد على حجازي، بيعتمد على ذرة، بيعتمد على حاجات كتير، إن هي كانت مكلفة وكانت بتاخد عمر معين في الأرض، أو بتاخد عروة معينة 6 شهور 3 شهور ما إلى ذلك. طيب هنقارنها مثلا ببونيكام اللي هو MG 12 برازيلي، ده بيقعد معانا بسم الله ما شاء الله معانا من شهر 3 إلى شهر 12 وانا ناخد ناتج منه، يعني هو بيريح على مدار 2.5 أو 3 شهور في السنة، ده اللي هو بيريحهم بس، اللي هو ممكن يخزن شوية بونيكام يخليهم جاف ويأكل البهيم بتاعته. البونيكام فعلا زي ما حضرتك بتقول إن هو ليه 3 صور، إن هو بيتاكل أخضر، أو إن هو بيتعمل سلاج، أو إن هو بيتفرم وبيتعمل دريس. بيتزرع إزاي؟ احكي لنا. بالنسبة لموضوع زراعة البونيكام، زي ما قلنا إن هو ليه 3 صور في زراعته، إن هو بيتزرع غمر في الأراضي الرملية أو الطينية أو الحمراء أو الزلطية، ما شاء الله عليه شغال في كل الطرب. بيتزرع الصورة التانية ليه رقم 2 اللي هو تنقيط، برضو في نفس الترب بيمشي فيها وبيتأقلم فيه، للتربة الطينية، التربة الرملية، التربة الحمراء، التربة الزلطية. رقم 3 ممكن ان هو برضو يشتغل في الصورة الثالثة للري، اللي هي الري بالرش البشبيه. ايوه، ما محصول نجيلي. تمام. ينفع معاه كل سبل الري. طيب لو جينا بقى نتكلم في الجزئية اللي هي بتاعت الفدان بتكلف قد ايه؟ هنقول الايراد الواحد بياخد 5 صواني شتل. تمام، ده حد ادنى 5 صواني شتل. هنضرب الايراد الواحد اللي هو 5 صواني شتلة في 24. في الماكسيموم المجموع الإجمالي اللي هو 24 قيراط اللي هو الفدان الواحد، هيدينا الفدان الواحد هياخد 120 صنية شتل. تمام. تمام. طيب ده غير مكثف. دي زراعة، لا دي زراعة عادية. اتكلم بقى في المهم، تكلفة. التكلفة الصنية بكام؟ هنقول الصنية اللي هي دي يا جماعة، اللي هي عبارة عن مربع حوالي مثلا 30 في كام دي؟ تكلفة الصنية العادية اللي هي فيها 209 عين، الخواجة مصنعها اصلا 209 عين. 209 عين. احنا بندربها على اساس ان هي 200 عين. وبالنسبة لي يا جماعة عشان ننبه للجزئية دي، ان احنا نسبة الانبات عندنا 94%، يعني هنقول الصنية المفترض ان المزارع بيستلم مني 190 عين اجمالي دولت كوامل. بكام بقى الصنية؟ الصنية سعرها 60 جنيه. يعني 60 في 120 صنية للفدان. للفدان الواحد. يبقى كده كام؟ تعمل إجمالي معانا. يبقى 7200 جنيه. حوالي 7200. أنا واقف بحسب معاك. 7200 جنيه. مظبوط. تعالى بقى نعكسها. نعكس. مع تسميده وعملته وكلام ده كله. يوصل تكلفة الفدان لكام؟ بنقول سعر الشتلة التكلفة 7200 جنيه للفدان مثلا، يعني نحط مثلا كام قد ايه تكلفة تانية تسميد وعمالة؟ لا، تكلفة تانية ما بتكلفش حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه. ده احنا بنقول حد اقصى خالص. يعني الطن بكام؟ هنتكلم مثلا عن سعر الطن اخضر النهاردة. سعر الطن اخضر مثلا من 600 ل 700. تمام. ان هو هيحشه مثلا من الارض بتاعته زي ما شفنا كده في الارض، ان هو هيحشه وهيبيعه الطن على طول اخضر من 600 إلى 700 جنيه. طيب في الصورة التانية بتاعته
ممكن ان هو يوصل معاه لحد 2500 في الناشف اللي هو الدريس. انتوا زارعين مساحات للمزارعين؟ عندكم مشاتل ما شاء الله داخلين عروه جديده، في طلب؟ بسم الله ما شاء الله السنه في طلب دي خارجي. السنه دي احنا بسم الله ما شاء الله عندنا اقبال رهيب خالص على البونيكان من السوق المحلي على زراعته. في السوق المحلي، وعلى فكره في السوق العالمي احنا بنطلب مننا كميات برضو ان نصدرها لبره، شتلات او ناتج، فاحنا او ناتج او بذور.